السلام عليكم، زلت الأول. بونسوار تو الموند. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أراد الله بقوم سوء منحهم الجدل ومنعهم العمل. الدين النصيحة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ راني رايح ندير هالفيديو لأني شخصيا وكباقي يعني زملائي الأخصائيين الصحيين متأثرين من الوضع اللي رانا لحقنا ليه من جراء وباء كورونا فيروس. اليوم في الشارع أكثر الجدال، أكثرت يعني التشويشات على كل ما يطرحه الأخصائيون. الناس كذبونا، الناس شوهوا السمعة تاعنا، الناس يعني اتهمونا اتهامات خاطئة، الناس قالوا احنا مع الحكومة، الناس قالوا راكم تكذبوا علينا، الناس قالت ويعني ما خلت حتى شيء. وهذا زاد يعني في انه المواطن بسيط ولا ما يمن حتى شيء ولا ما يسمع حتى رأي ليجي من اي جهة كانت. واحنا نعاود ونكرر، وانا شخصيا درتها عدة مرات وكتبتها وعاود درتها في فيديوهات، انه العمل اللي يعني نقوم به العمل التحسيسي ما عنده حتى يعني رغبة اخرى الا التحسيس حول خطورة هذا الوباء وكيفية الوقاية منه، حتى يعني نتجنب انه يكون فيه عواقب وخيمة على صحة المواطنين. لما نقول يعني هذا الكلام، لأنه في هالأيام الأخيرة لازم تعرفوا أنه ازداد العدد تاع يعني كوفيد 19. يعني وحنا تعرفوا كلكم أنه طاقة استيعاب يعني مؤسسة الاشفائية تاعنا قليلة. تعرفوا أنه عايشين في وضع يعني تاع منظومة صحية يعني هشة. يعني هذه اللي خلتني نعاود ونكرر ونصر في كلامي. وتعرفوا كلكم أنه حرصنا الوحيد هو صحتكم وسلامتكم. على هذه اللي بعض يعني التجريحات، بعض يعني الآراء، بعض من لما نقرأ بعض يعني المنشورات نتاع المواطنين وكأنه عايشين في يعني كوكب آخر، وكل شيء يعني ماهوش مفهوم، والناس يعني ما قدرش تتفهم الوضع وما قدرش تتقبل الوضع، وخاصة بعد ما بدأت المرحلة الأولى والثانية نتاع الخروج من يعني رفع الحجر الصحي التدريجي اللي مر على مراحل منذ 7 جوان و14 جوان هذا، وكأنه الناس فهمت من هذا يعني رفع الحجر الصحي أنه انتهينا من الوباء، كل شيء خلاص ونعود إلى حياتنا الطبيعية وكأنه حتى شيء ما كان. وحنا كأخصائيين نكرر ونعود ونقول أنه رفع الحجر الصحي ما يعنيش أنه قضينا نهائيا على كورونا فيروس. رفع الحجر الصحي ما يعنيش أنه الناس تستهزأ وتطلق روحها وتدير وكأنه حتى شيء ما كان. رفع الحجر الصحي ما يعنيش أنه لما خلاص ما ناخدوش الإحتياطات الصحية اللازمة والوقائية اللي تعودنا عليها أسابيع عديدة. رفع الحجر الصحي هو بالنسبة لنا يعني مرحلة وين كل واحد فينا لازم يعني يتفهم الوضع، لأنه فيه يعني كثير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية اللي رأت فيهم الحكومة الجزائرية أنه ما دام الشعب يعني الحق إلى يعني حالة نفسية يعني فيها ضغوطات بزاف وفيها حالة اجتماعية واقتصادية يعني يعني ماشي مليحة، يعني قررت هذا يعني الرفع من الحجر الصحي. لكن
علينا حنا نحافظوا على صحتكم وسلامتكم، علينا حنا نقول لكم الحقائق. ولما يعني حتى تستفسروا في يعني الارقام وتشكوا في الارقام، يعني نقول لكم جواب سهل ونقولوه بكل يعني بكل مصداقيه وبدون يعني مبالغه، انه ما عليكم الا تجيو يعني المؤسسات الاستشفائيه وتشوفوا بروحكم الحاله اللي رانا فيها وعدد المرضى يعني اللي راهم في يعني لي سيرفيس تاعنا. هذه يعني حقيقه مره لازم نعاود ناكد عليها وما يلزمش نتناساوها، ويعني يعني نخالفوا راي الاخصائيين، لازم نعاود ونكرر. احنا مازال ندعو الناس باش تلتزم بالتدابير الوقائيه الخاصه فيما يتعلق باحترام اوقات الحجر المنزلي، ارتداء الكمامات، الاقنعه في خاصه في الاماكن العموميه ما دام على مستوى الاسواق يعني ولا يعني الساحات العامه والتجاريه الكبرى، لي سوبيرات، لي سوبر مارشي، الاسواق الكبرى، وهذه ثاني مع ضروره احترام يعني مسافه التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي، لا ديستونساسيون سوسيال، ديستانسياسيون فيزيك. انا هذا الطلب ثاني موجه الى السلطات العموميه على العموم وعلى السلطات الصحيه يعني خاصه، باش تعملكم في وسعها باش تحط الظروف يعني المواتيه حتى عمال الصحه يقوموا بواجبهم على احسن ما يرام، وكذلك تساعدهم في يعني الوقايه العامه، لانه على سبيل المثال على السلطات الصحيه ان تقوم بالتشخيص اكثر واكبر يعني عدد ممكن وبسرعه اكبر، حتى يعني يكون عندنا المعلومات خاصة ب يعني الحالات الإيجابية في أسرع وقت، حتى نقدروا يعني نتفادوا أنه يكون فيه عدوى على هذا المستوى. أنا على يقين أنه فيه برك سوء تفاهم، وعلى أنا يقين أنكم تتفهموا هذا الوضع ورايحين تحترموا هذا النداء اللي رانا نكرروه هذا لمكافحة يعني انتشار هذه الجائحة، وهذه باش نحافظوا على صحتكم وعلى سلامتكم. اسمحوا لي إذا كنت طولت عليكم، ندائي هذا يعني المصر والمتكرر ما عنده إلا هدف واحد، هو حماية صحتكم، صحة أولادكم، صحة عائلتكم وصحة بلادكم واللي هي بلادنا، هذا هو المبتغى منها، ما كانش مبتغى واحد آخر. اليوم نظن باللي الحقيقة راهي في الواقع، ما هيش في الافتراضي، وإحنا رانا نواجهه، ويعني الطاقم الصحي راه يواجه بكل ما عنده من كفاءات ويعني وسائل باش نقصوا من هذا الوباء. وحنا يعني نقول يعني يلحق وقت وين عينا يعني رانا في صدمه، يعني في حاله نفسيه يعني صعيبه، يعني اوني او بو دو لا ديبرسيون، هذه نقولوها ونظن راكم تشوفوها، فيه اطباء يموتوا، ممرضينهم يموتوا، الناس راهم حالات ايجابيه راهم كاين عداو فاميلتهم، وحنا ماذا بينا نتعاونوا يكون فيه، لانه البلاد واحد، هذه بلادنا كلنا، وحنا عنا نقوموا بالواجب تاعنا على قدر المستطاع على حسب الامكانيات، وعليكم انتم يا خوتي يا خواتاتي المواطنين انكم تقوموا بهذا العمل التحسيسي وتتقبلوا هذه الامور وتعملوا باش ديروا نفس العمل التحسيسي على مع يعني اخوانكم اينما كانوا، جيرانكم، اصدقائكم، زملائكم في العمل او في اي مكان كان. يعطيكم الصحة، إن شاء الله نخرج بأسرع وقت من هالوباء بدون أضرار، وإن شاء الله بلادنا تسلك من هالوباء وشعبنا يسلك من هالوباء، ويعطيكم الصحة وسلام.